ست فوائد صحية للخروب: يكي من الأمراض ويساعد على إنقاص الوزن. تناول مشروب الخروب مهم للصحة، وهذا لأن الخروب يتمتع بالعديد من العناصر الغذائية والتي تفيد الجهاز الهضمي والكلى، كما أنه يساهم في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد على إنقاص الوزن. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم الفوائد الصحية للخروب المطحون، لكن قبل أن نعرض الفوائد عزيزي المشاهد، لا يعتد بهذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليك استشارة الطبيب المختص، وهذا لاستخدام أكثر أمانا وليس تقليل في هذه المعلومات. أولا، تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء. الخروب يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية الصحية والتي تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء. تساعد الألياف الموجودة في الخروب على زيادة إفراز عصارة المعدة، ما يساعد على الهضم بشكل جيد. الوقاية من الإصابة بالإسهال وعلاجه عند الإصابة به. منع الإصابة بالأمراض المعدية المعوية، وهذا لاحتواء الخروب على الألياف. يساعد الخروب على علاج قرحة المعدة. ثانيا، فوائد الخروب للكلى. يحتوي الخروب على المواد المضادة للفيروسات والبكتيريا والتي تساعد على حماية الكلى من ترسب المواد الضارة بها. يستخدم الخروب في حالات الفشل الكلوي ويساعد في العلاج. يحتوي الخروب على الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والتي تعد من المعادن المهمة والتي تساعد على الوقاية من التعرض إلى أمراض الكلى. ثالثا، الوقاية والإعاذ بالله من مرض السرطان. يحتوي الخروب على المواد المضادة للأكسدة ومنها البولوفينول والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة، وبدورها تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان عنق الرحم وسرطان المعدة وغيرها من أنواع السرطان. رابعا، الحفاظ على صحة القلب. يساعد الخروب على تقوية صحة القلب والأوعية الدموية، وهذا لأنه يساعد على التقليل من الدهون الثلاثية والحد من الإصابة بالكوليسترول المرتفع بالدم، ما يقل فرصة الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض ضغط الدم وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. خامسا، الخروب لإنقاص الوزن الزائد. يحتوي الخروب على الألياف الصحية والتي تساعد على الشعور بالشبع، ما يقلل الإفراط في تناول الطعام، ويساعد ذلك بدوره على التقليل من الوزن الزائد. سادسا، فوائد الخروب للمرأة. الخروب مهم للنساء حيث أنه يحافظ على صحة البشرة والشعر، وهذا لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات المتميزة. يساعد الخروب على الوقاية من الجفاف الذي يصيب البشرة، حيث أنه يساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد. التخلص من الجفاف الذي يصيب منطقة مثل الركبة والكوع والكعبين. يحتوي الخروب على البروتين بالإضافة إلى البوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تفيد المرأة الحامل وتساعد على تغذية الجنين بكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها. يساعد الخروب في تنظيم هرمونات المرأة وخاصة أثناء فترة الدورة الشهرية. الخروب مهم أثناء فترة الحمل حيث أنه يعمل على منع الإصابة بحالات الإمساك. الخروب له الكثير من الفوائد للشعر، ويساعد على تطويله وتقويته، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين هاء.